خلينا نحكي بحلقة جديدة مع النائب السابق الأستاذ أنطوان زهرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنطوان زهرة. أهلا فيك أستاذ فادي. لو سمح بدي بلش بالاستحقاق الرئاسي، يمكن لأنه هلأ هو يعني العنوان الأبرز اليوم، انطلاقا من 14 حزيران الجلسة السابقة وما سبقها من تقاطع بين المعارضة وبين التيار الوطني الحر على اسم جهاد أزعور. اليوم بعد شهر على هذا التقاطع، انتهت مفاعيله برأيك؟ بالواقع لم يعلن أحد التراجع عن تأييد ترشيح جهاد أزعور، بانتظار دعوة إلى جلسة جديدة قد لا نراها قريبة، لأن يعني القصة بإيد رئيس المجلس للأسف، وليست خاضعة لأحكام الدستور كما يقتضي الدستور، وصار موضوع معروف عند الكل. لا، لم ينتهي مفعولة، أنهيت مفاعيلة الآنية بضرب الجلسة، يعني حتى رفعت الجلسة حتى قبل أن يتم الحزم النهائي بموضوع الورقة الناقصة بالفرز. وسبق وأعطيت بحديث سابق وخليني أكررها اليوم بركي حاسمة، في العام 2016 تذكروا وقت اللي حصل التسوية على العماد ميشيل عون للرئاسة، وفي جلسة الانتخاب أعيد الاقتراع ثلاث مرات متتالية، مرتين لم تفرز الأوراق لأنه كان في مغلف واحد إضافي، وبالتالي الزايد مش خي الناقص مثل ما بيقول المثل اللبناني ناقص خي الزايد. المفروض كان دستوريا قانونيا أخلاقيا حتى مش إعادة الفرز، إعادة دورة الاقتراع اعتبار الدورة لاغية لأنه في خطأ بالاحتساب، مثل ما كان خطأ يعني الرئيس بري تخطى الدستور، تخطى الأخلاق. مش جديدة، يدير الأمور كما يراها مناسبة. الجديد أنه يتصرف هذه المرة كفريق وليس كشخص يدير الأمور تيسلكها ويمرقها، لا، كي يحقق هدف فريق سياسي هو في صلبه، لأنه هو من بادر إلى إعلان ترشيح الأستاذ تيمان فرنجية وواظب عليه، وعندما حكي عن حوار ما ومن يدعو إليه قال أنا لست صالحا للدعوة إلى الحوار لأني فريق الآن ولست حياديا كما كنت في العام 2006 عندما دعيت للحوار. أستاذ أنطوان، برأيك الرئيس نبيه بري خسر عندما تخلى عن موقعه الوسطي على الأقل كرئيس لمجلس النواب؟ حكما خسر ماذا؟ خسر أولا تفهم وتعاطف كل الفرقاء الذين لا ينتمون إلى 8 أذار ومحور الممانعة. كل عمرنا نهاجم كقوات لبنانية أنه بتغازلوا الرئيس بري، بتهادنوا الرئيس بري، وكنا نبرر أنه حاجة للتواصل الوطني بين كل الفئات والمكونات. اليوم سحب نفسه من هذا الموقع باعتماده أن يكون فريقا حادا في مقاربة الموضوع الرئاسي، والهدف منه، هدف هذه المقاربة للأسف، عملية إخضاع اللبنانيين لمشيئة الثنائي الشيعي. وبالتالي نحن بمرحلة ما عادت لعبة لا ديمقراطية ولا سياسية طبيعية ولا ممارسة تقليدية بنعرفها بلبنان خارجة عن كل أعرافنا وتقاليدنا. وصلنا لمحل شهدنا الاحتلال السوري وفرض ما يريدون بدون مناقشة من أحد، واللي ناقشوا أو هجر أو أدخل السجون مثل سمير جعجع. وبعد الانسحاب السوري شهدنا مرحلة سنتين فيهم ارتياح على الصعيد السياسي والوطني والأمني، أنهيوا بسبع أيار وعدنا إلى ممارسة سطوة حزب الله على الحياة السياسية اللبنانية، وخلافا لكل من يعتقد أن الحزب يطمح إلى تعديل الدستور وتحقيق مكاسب سياسية دستورية في المرحلة الآنية، وتصديقا لما قاله أركان الحزب من السيد حسن إلى نائب الأمين العام إلى غيره أنه ما بدنا نعدل الطائف ولا الدستور. نعم، ما بدهم يعدلوا، بدهم يكرسوا عرف الهيمنة على الحياة السياسية دون أن يتحملوا مسؤولية ما يجري، وهذا سر التعطيل سابقا والتعطيل الحالي، مكاسب فعلية بالممارسة دون
المس بالنصوص الدستورية والقانونية، وهيك بيضلوا مهيمنين على كل شيء بدون ما يحملوا مسؤولية شيء. طيب قبل ما اروح على حزب الله وتشوف اذا يريد تكريس الهيمنة او يريد تعديل الدستور، هل خسرتم الرهان على الرئيس نبيه بري كقوات لبنانية كفريق سيادي ك14 أدار؟ فوجئنا بتصرفاته الخارجي عن ما اعتدنا عليه سابقا بتدوير الزوايا ومقاربة الامور بشكل توافقي. نعم لم نكن ننتظر من الرئيس بري. شو بتوصف تصرفات الرئيس بري؟ ما بعرف، هل هو عامل السن، هل هو الخوف على الدور، هل هو يظهر ما كان مضمرا ولا يعلنه سابقا؟ ما في احكم، في يقول تصرفات تغيرت عن السابق. طيب بالعودة الى الشأن الرئاسي والتقاطع، بعد الحكي عن عودة الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله في الآونة الأخيرة، هل التقاطع على جهاد أزعور بات مهددا بالسقوط؟ خليني أقول رغم انقطاع الحوار وفي ذروة التباعد اللي حصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله، كان رئيس التيار الوطني الحر حريصا ومواظبا على التذكير أنه خلافنا مع الحزب حول إدارة الدولة، يعني حول الحصص، وليس حول الموقف الاستراتيجي من المقاومة في لبنان. وبالتالي الغطاء الذي احتاجه الحزب من التيار الوطني الحر، أصر التيار على القول أنه لم نسحب هذا الغطاء. تغطية سياساته الدفاعية والخارجية لحزب الله مستمرة، ولكن مختلفين معه على اسم الرئيس على إدارة الدولة، يعني سماها إدارة الدولة تجميلا، هي مختلفين معه على الحصة، لأنه نحن جماعة سلطة والسلطة ما فينا نتخلى عنها، لا لصديق ولا لشريك، بدنا نكون نحن بالسلطة، نتمتع بمزيد من السلطة. عظيم. ومنضل مكفيين. نتيجتها أنه هذا الحوار المتجدد لم يكن مفاجئا، الكل توقع أنه بكل مقاربات التيار الوطني الحر للمرحلة الحالية الهدف كان رئاسة الجمهورية أو الحصة الكبرى فيها وفي الحكومة وفي التعيينات، وبالتالي ليس الهدف الفراق النهائي مع حزب الله، لأنه برجع بعيد هو من أكد الوزير جبران باسيل بكل إطلالاته أنه مشكلتنا معهم على إدارة الدولة مش على المقاومة، يعني استراتيجية حزب الله محفوظة بالحفظ والصون عند التيار الوطني الحر، ولكن مقاربة الموضوع الرئاسي أنه يجيب لنا خصم واقعي ولو لم يكن خصما معلنا اسمه سامين فرنجية ابن منطقة الشمال، وممكن أن يسترد الشعبية اللي كان يحكي عنها بمرحلة الاحتلال السوري يستردها من التيار الوطني الحر، هيدي شغلة قاتلة للتيار ولرئيسه ابن منطقة البترون، ومنطقة قد تعود إلى نفوذ الفرنجية. يعني خلاف منعه لسليمان الفرنجية أو معارضته لسليمان الفرنجية إلى علاقة بالعلاقة الشخصية طبيعي وليس بالسياسة. السياسة ما متفقين على السياسة. طيب. اليوم برأيك الحوار بين التيار والحزب رجع أخذ ذات المنحة اللي كان قبل التقاطع؟ أنا يعني مثل ما سمعت مبارح الأستاذ ألان عون عم بيصرح بهاليومين أنه الحوار قد يوصل إلى نتائج ليس بالموضوع الرئاسي، ليس محصورا بالموضوع الرئاسي، وبالتالي تحسين أجواء العلاقة بين الطرفين لتخفيف الاحتقان بين الجمهورين ووقف الحملات الإعلامية قد لا يصل إلى التفاهم على الرئاسي، ولكن يؤكد على ما هو كان مؤكدا، وبعض اللبنانيين ظنوا العكس أنه وصلوا للخروج من اتفاق مرنخيل بكل بنوده، وفقد حزب الله غطاء مسيحي لمشروعه الاستراتيجي ولسياسته الدفاعية، تبين أنه هذا كله خطأ. الخلاف الوحيد حول رئيس الجمهورية والتيار يطمح ويعلن بكل اجتماعاته وطبعا بغلاف جميل أنه بدنا خطة عمل وترتيبات ما بعد انتخاب الرئيس، يعني بدنا الحكومة نعرف من هلأ لمين، كيف بدها تشكل،
الثلث الضامن، التعيينات في الفئة الأولى، الإدارة بالفئة الأولى، خاصة حكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش، أنه ما يراه حزب الله تطمينا بشخص الرئيس وليس في النصوص الدستورية، وأعلنوا مؤخرا أنه بدنا ضمانة بشخص الرئيس، برئيس لا يناقش طيب. بالمواضيع الاستراتيجية يراه التيار الوطني الحر، إذا مش بشخص الرئيس لأنه شبه مستحيل وصول جبران باسيل في المرحلة الحالية، أنه نتفاهم على رئيس وعلى حكومة وتعيينات تحفظ حقنا وتكون هي ضمانتنا. هل يعني استغل جبران باسيل التقاطع بالأساس مع القوات اللبنانية إضافة إلى الكتل الأخرى من الكتائب والمعارضة، استغل هذا التقاطع، استغلكم حتى يعلي أسهمه في حواره مع حزب الله؟ لا شك، ولكن نحن واعيين لهذا الموضوع من الأساس، واعيين عارفين أنه كل مناورات جبران باسيل لإعادة تحسين شروطه مع حزب الله توصلا إلى فرض الحصة التي يريد. برجع بعيد، إذا كان من المستحيل انتخابه لرئيس الجمهورية يكون رئيس له حصة فيه مثل الحزب، ويكون حكومة وتعيينات واضحة سلفا عنده. نعرف هذا الموضوع، ولكن دون تحقيق هذا الهدف وحقه بالسياسة يجرب يستعمل كل الوسائل كي يصل إلى أهدافه اللي هو بيشوفها مشروعة، نحن بنشوفها لعبة محاصصة لن نسهلها. هلأ اللي استغلنا، ما نحن استغلينا بالتقاطع معنا لكسر أحدية حزب الله في محاولة فرض ما يريد كما فعل سابقا، وكما يحاول أن يكرس هذا العرف أنه أنا ما بدي الرئيس الشيعي ولا بدي نائب رئيس ولا بدي قائد جيش شيعي ولا بس بدي كل شخص بيتعين أنا أقول من هو، وبدي ضمانات شخصية منه أنه ما بيتعرض لمصالحي وأسلوبي بالعمل وتحركاتي على الأرض اللبنانية. يعني بدي دولة صورة مش دولة فعلية، لأنه أنا صرت بمراحل متقدمة بتحقيق دولتي التي قد تصبح مؤهلة لتحل محل الدولة عندما يصبح الظرف يعني مناسبة. مفعيل جلسة 14 حزيران والتقاطع مرتبط بنجاح أو فشل الحوار بين التيار والحزب؟ أنا برأيي مفعيل جلسة 14 حزيران أدت غرضها، بمعنى أنه وانتهت، يعني مش انتهت، أدت غرضها في وقتها. أوكي. بوقتها لليوم لم يخرج أحد من التفاهم أو من التقاطع على اسم جهاد أزغر، لم يطرح أي شيء آخر، وإذا دعي إلى جلسة انتخابية ما راح يكون في غيره عن هذا التقاطع بين التيار الوطني الحر والمعارضة. إلا إذا دعي حاليا إلى، إلا إذا يخلق الله ما لا تعلمون، إلا إذا خرج جبران باسيل من هذا التقاطع. بمعنى أنه يا أستاذي، بمعنى أنه مفاعيل جلسة 14 أدار شفناها بالاجتماع الخماسي في قطر من يومين، المبادرة الفرنسية اللي حزب الله والتيار الوطني وحركة أمل وحلفاء بنيوا عليها منذ شهر 2 2023، من شهر، من وقت اللي وقف الدعوة إلى جلسات الرئيس بري لليوم، باني على مبادرة فرنسية تقوم على المبادلة، وكأنه رئيس الحكومة ملك حدا في يعطيها، بين إيصال سليمان فرنجية وأن يعين رئيس حكومة معه السفير نواف سليم. سعت فرنسا، وهذا كان في تفاهم واضح بينه وبين حزب الله على هذا الطرح، وكان الإعلام الذي يدور في فلك الممانعة يبشرنا يوميا أنه أنتوا شو عم تعملوا، ليش مأخرين، هذا قدر سيحصل، الحقوا حيلكم، لحقوا حيلكم، طلعوا على الترين قبل ما يقلع بلاكم، وا وا إلى آخره. سقط كل هذا الطرح نهائيا بجلسة 14 حزيران عندما ردينا عليهم. كان عندنا مرشح واضح اسمه الأستاذ بشار معوض، كان عم بياخد بالأربعينات من 42 ل 47 48 صوت، وكنا مراهنين أنه لو في جلسات مفتوحة، الحوارات الداخلية بالمجلس بين دورة ودورة ممكن أن تؤدي إما إلى تعزيز حضور بشار معوض أو إلى طرح اسم آخر يتمتع بأفضلية عليه.
مثل ما جرى لاحقا مع جهاد أزهر نعم. انه وصلنا ل 59 60 صوت منيح. طلعوا يقولوا لك نحن مرشحنا سمين فرنجية بعد ما اعلن رئيس بري انه مرشح سمين وانتم ما عندكم مرشح، يعني قلة اخلاق لحد انه ميشيل معوض مش مرشح، هذا النايب ابن رئيس الجمهورية السابق ما انه مرشح، انتم عم تمزحوا. انت سمعت شو قال له رئيس نبيه بري كيف وصف ميشيل معوض؟ لا ما مش او ما بدك او ما لك عين مش ذاكر مش ذاكر كيف طفل الانبوب عاطف الانبوب ما المصيبة انه كلمة طفل الانبوب بيستعملوها مع كل حدا مش رايق له. هيدي اول لقب اطلق على جبران باسيل عندما دخل الحياة السياسية انه يعني طفل الانبوب صهر بعدين صار صهر الرئيس، قبل كان طفل الانبوب ماشي الحال. يعني الرئيس بري بيوزع الاوصاف كما يشاء. انا عن جبران باسيل ما بذكر انه الرئيس بري اطلق الوصف، بس كان متداول بكل الاوساط السياسيه والاعلاميه اللبنانيه. طيب. بالسياسه خليني كفي لك، اذا جينا سمينا جهاد ازعور دعي للجلسه 12 على امل انه جاي وقت يصير في ضغوط نتيجه المبادره الفرنسيه واقناعهم وطلعت السعوديه تقول ما عندنا فيتو احد، انه خلص اجى الفرج، ما عنده فيتو على سليمان، جاي وقت ينضغط على النواب المترددين ينتخبوا سليمان فرنجيه. لم يحصل هذا الامر، بالعكس اللي حصل 12 جلسه 11 جلسه قبلها كان في تعادل سلبي، بالجلسه 12 المعارضه بالتقاطع مع التيار الوطني الحر سجلوا جوله بالنقاط على الممانعه انه نحن قربنا من العدد اللي بيجيب رئيس الجمهوريه وانتم مع نواب تبلغتوا انه لمره واحده سينتخبون سليمان فرنجية يطلعوا السكور لفوق الخمسين، وصلتوا للواحد وخمسين وطير الجلسه قبل ما تتوضح معالمها دوله الرئيس وحلفائه بمغادرتهم القاعه وبطل فيه نصاب، وبالتالي سقط هذا الطرح، هذه المبادره سقطت يوم 14، تكرر سقوطها باجتماع الخماسي اللي حصل بقطر من ثلاثة ايام والبيان اللي صادر عنه واللي بيرجع للاساسيات انه لبنان تيتخلص بده يكون دوله سيده تطبق القرارات الدوليه و اسقط اللجنه الخماسيه، اسقطت المبادره الفرنسيه بالكامل، اسقطت الحوار او اسقطت سليمان فرنجية بالتحديد. اسقطت اولا سليمان فرنجية كطرح اسم لا مرشح غيره، انتهى هذا الموضوع، قد يكون من المرشحين بس لم يعمل سليمان فرنجية المرشح القدر يا بتنتخبوه يا فراغ الى ابد الابدين، علما بانه طبعا مع ترنح المبادرة الفرنسية ومحاولة تلمس طروحات جديدة ومقاربات جديدة بالجولة المقبلة للموفد الرئاسي الفرنسي بما يتيسر له من وقت لأنه عنده مهمات أخرى بتطوير العلا بالسعودية، في تلمس لطرح جديد بعد ما بيّن، ولكن طرح القديم سقط إلى غير رجعة. طرح أن يكون سليمان فرنجية هو رئيس ونواف سليم رئيس حكومة انتهى إلى غير رجعة، وطرح الحوار كما يحاول فرضه حزب الله ونبيه بري بأنه الحوار متقدم على تطبيق الدستور وإعادة الحوار إلى مكانه الطبيعي من بعد انتخاب رئيس للجمهورية ويكون هو راعيا للحوار حول القضايا الخلافية في الوطن، والأهم بالمضمون أنه ما تم التحاور حوله سنوات وعقود ووصلنا إليه ليس محلا للحوار، يعني تطلع اتفاق الطائف كان في حوار عمره سنوات ومشاريع عمره سنوات، اجت رعاية عربية بلحظة معينة وتوافق دولي على تسهيله وحصل اتفاق الطائف، بتتحاور عليه هلأ قبل ما تطبقه أو بتتحاور على مين بتجيب رئيس وعندك نص دستوري بيقولك كيف بيجي رئيس؟ هيدي حوارات تجاوز الدستور وتجاوز النصوص وخلق اعراف جديده تتفوق على الدستور سقطت كمان بهذا البيان. طيب انتم تفرضون الحوار اليوم كقوات لبنانيه، علما بالدوحه ذهبتم الى الحوار، كنا نحن كمان ضمن ازمه، لا شك كان في سبع ايار بالدا
اليوم عم ينحكى يعني الرفض القاطع للحوار إن كان برعاية. منه رفض قاطع رفضنا للحوار قبل انتخاب رئيس الجمهورية. يجري الحوار برعاية رأس الدولة مش برعاية فرع. حوار ما بده راعي. مستعدون إذا صار في انتخابات تروحوا بقوة إلى حوار يحط النظام اللبناني على الطاولة وتناقشوا؟ ما عندنا مشكلة. نحن أول من طرح أنه إذا بقيت الحلول مستعصية صار لازم إعادة نظر بإدارة الدولة إلى سمير جعجع. وطبعا هذه إعادة النظر لا تحصل إلا بالتوافق. والتوافق بده أو حوارات ثنائية ومتعددة الأطراف أو حوار وطني. بس كل هذا باطل الأباطيل قبل انتخاب رئيس جمهورية. طيب شو هي إعادة النظر؟ يعني شو هو أقصى طموح القوات اللبنانية لتحسين النظام في لبنان؟ نحن أقصى طموحنا تحقيق أوسع إطار من اللامركزية الإدارية والإنمائية في لبنان والحفاظ. الإدارية أو الموسعة؟ أوسع إطار للامركزية الإدارية والإنمائية. والإنمائية، الإنمائية تبطن جزءا من اللامركزية المالية بمعنى تحصيل ضرائب محلية من أجل الإنماء المحلي. لامركزية مالية أيضا، يعني جزء منها مالي بس تسمية مالية قد تنفر أنه هذا انفصال نهائي. طيب يعني عم تسموها لامركزية. نعم. أوسع قب يعني بلا ما تسموها فيدرالية. هي مش فيدرالية. عم اطرح سؤال. هي لا مركزية. الفيدرالية بتتوسع أكثر كثير من اللامركزية. الفيدرالية بتروح على الأحوال الشخصية. الفيدرالية بتروح على مفاهيم اجتماعية. مش هي اللي عم نطرحه. نحن بعده إيماننا بلبنان الواحد، لأنه لبنان ليش الوطن رسالة؟ نتيجة التنوع والشراكة. بس بطل فيه شراكة وتنوع خلص دوره لبنان، خلص دوره المتخيل واللي لعبوا بالسابق. طيب استاذ انطوان معليه، حتى لو رجعت لورا، باتفاق الطائف منصوص على لامركزيه اداريه الموسعه، انتم يعني بفتره طويله لم تكونوا ضمن بالسلطه. نعم. يعني من بعد 2005 وطلوع ما سمعنا مجهود قوي. مش مظبوط. كقوات لبنانيه لم نتوقف يوما عن المطالبه على البوديوم. بس لا، مش على البوديوم، باللجان يا حبيبي يا استاذي فادي. بس بعض لم يتحرك. يعني اللا مركزية القانون موجود عند النائب جورج عدوان. نعم. يعني ما شفنا هاللوبي القوي التي قادته القوات اللبنانية. هو هذا الفرق. لإقرار اللامركزية. هذا الفرق بين القوات اللبنانية. بدي ذكرك، وانت من جيل عنده ذاكرة وبيعرف، كل خسارتنا للجمهور المسيحي كانت نتيجة البروباغندا الإعلامية مش نتيجة التصرفات الفعلية. عم بحكيك من 88 ل 92 93 هيدي المرحلة. نحن نعمل صح وغيرنا يحكي صح ويعمل غلط، كرهونا الناس. منيح. القصة قبل حرب خلينا هون. القصة قصة ماذا تفعل مش ماذا تقول فقط. القوات اللبنانية معي أنا والأستاذ كيروز والجيل اللي كنا بدءا من 2005 ل 2018 ومع الزملاء اللي موجودين من 2018 ل 2022 واللي زادوا ب 22 لهلا، لم نتوقف يوما بلجنة الإدارة والعدل وباللجان المشتركة وبكل اللجان ذات الصلة عن السعي لإقرار صيغة غير اللي كانت مطروحة للمركزية الإدارية، لأنه كانت صيغة احتيال وكذب ترجع تربط السلطات المحلية على مستوى الأقضية، تربطهم بالموظف اللي معينته الدولة يكون هو رأس السلطة، وبتربطهم بالسلطة المركزية. اشترطتم على جهاد أزعور أن يطرح مبدأ طاولة حوار نتفق عليها. لم نتكلم عن طاولة حوار، لأنه طاولة الحوار تحتاجها عندما تحتاجها تطرح. موضوع إقرار اللامركزية صار بمراحله النهائية باللجان ورجع تقدم بصيغة. من يرفض اللامركزية بالسلطة؟ أستاذ أنطوان، من من القوى والأحزاب السياسية على رأس رفض اللامركزية؟ هي قوى المهيمنة على السلطة المركزية وكل تفرعاتها. ليش بدها تتنازل عن جزء منها؟
طيب. السلطة المهيمنة سابقا السوري واليوم حزب الله بكل بساطة. طيب إذا عملنا مقايضة إلغاء الطائفية السياسية في مقابل اللامركزية، بدك تسمع شو بتقول القوات اللبنانية؟ القوات اللبنانية بتقول اللي قلته أنا سنة 2009 وقت اللي الرئيس بري طرح بالمجلس النيابي بأول اجتماع لهيئة المكتب ورؤساء اللجان ومقرريها، أنه صار لازم نشكل الهيئة الوطنية اللي نص عليها الدستور لإلغاء الطائفية السياسية، وبدي منكم تحكوا مع رؤساء كتلكم يقترحوا أسماء تنشكل هذه الهيئة. في أبسط من هيك بده يطبق الدستور. رح يخلص الاجتماع وما حدا علق، طلبت أنا الكلام ما شافني لأنه أنا على الصف حده بهيئة المكتب أو ما بده يشوفك. لا لا لفتوا له نظره في بيني وبينه مروان حميد. قال له أنطوان عم يطلب الكلام، قال تفضل. قلت له وأعني ما أقول وخليني عيده، دولة الرئيس نحن مع الطائف من الألف إلى الياء قلبا وقالبا، لسنا في اتفاق الطائف ولم نغطي اتفاق الطائف لا كمناورة ولا مواربة بصراحة، ولكن الطائف يقرأ من الألف إلى الياء، وأي بداية من الياء قبل الألف نحن ضده. اتفاق الطائف هو وثيقة وفاق وطني وأصلاحات دستورية، صح؟ وثيقة الوفاق الوطني اشترطت بالبند الأول اللي تحته اللي عنوانه كان بس سلطة الدولة والسعادة السيادة على كل الأراضي اللبنانية، إنه بعد ستة أشهر خلال ستة أشهر من إقرار المجلس النيابي للتعديلات الدستورية تسلم كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية أسلحتها إلى الدولة اللبنانية. الشرط الأول تحقيق السيادة وبنمشي ببقية الإصلاحات. عم تحكي بإلغاء الطائفية السياسية في ظل حزب مذهبي مش طائفي، علما بأنه الطائف حكي عن ميثاق وطني بين المسيحيين والمسلمين. لك وين صرنا من وقته لليوم؟ صرنا بالميثاقية اللي ما حدا طرحها ولا مرة إلا لما استعملوها تيقولوا الميثاقية هي ميثاقية مذاهب. يا خيي هالدستور لو بده يعمل ميثاقية مذاهب كان قالة، وبده ما كان قالة، كان عطي النسبة اللي بتشكل عدد نواب كل طائفة قداش 10% 15% كان عطاها حق التعطيل، ما كان عطي التلت حق التعطيل لولا طائفة. أكبر طائفة عندها نواب هي الطائفة المارونية 34 نائب، ما بيشكلوا تلت المجلس النيابي. وبالتالي المشرع اللي وضع النص الدستوري بيعرف انه الميثاقية في لبنان الميثاق الوطني بين مسيحيين ومسلمين مش بين كويتلي وموارنة وارتدال. وبالتالي هذا حزب مذهبي صاحب مشروع استراتيجي مسلح للعظم ولم يسلم سلاحه، يعني لا إلغاء للطائفية السياسية قبل تسليم قبل بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية. طيب بالانتخابات الرئاسية حضرتك قلت انه قد يكون في بالعزل في اطشاش، بدي نوه بالعنوان، خلينا نحكي وذكر انه هذه الطريقه في الحكي وهذه الحريه في الحكي من المغرب لاقصى الشرق متوافره غير بلبنان، بدنا نتخلى عنها؟ معك حق، بس هذا السؤال، مستعدين نتخلى عن هذه الحريه؟ اكيد لا. اوكي كافي. طيب. ما توخذ اللجنة الخماسية قالت انه فتحت مرحلة جديدة. نعم. يحكى انه الجانب المصري طرح اسم قائد الجيش. نعم. صحيح. واللي هو اسم مضمر عند القطريين معروف عند كل الناس. هذا اللي كان بدي اسألك عنه، من القوى الخماسية مؤيد لهذا الطرح، وهل هذا الطرح سيطرح بالداخل اللبناني وما موقف القوى؟ فقال لك دوفاكتو بدون ما اعرف موقفهم، انا مني على مستوى معرفة ماذا يضمرون، بس دوفاكتو هذا الطرح يحظى بتأييد قطر لأنه هي صاحبة الفكرة بالأساس، ولن تمانع أمريكا إذا وصل لمراحل جدية ومتقدمة. وعندما يتفق هؤلاء الثلاثة أنا برأيي الوحيد اللي قد يتحفظ هو الفرنسي، مش يتحفظ لأنه قائد الجيش، يتحفظ لأنه الدور اللي عم يطمح له
من انفجار 4 آب إلى اليوم في لبنان بيكون انتهى إلى غير رجع، يعني لأسبابه الخاصة وليس لأسباب المصلحة اللبنانية. هلأ تسألني أنا، لنحن أول ناس قلنا لا مانع لدينا إذا كانت الظروف تسمح بوصول قائد الجيش نتيجة أدائه في قيادة الجيش وليس لمعرفتنا الشخصية فيه، نحن بالكاد منعرفه وإلى آخره. كلنا منفضل تطبيق الدستور وأن يكون رئيس جمهورية مدني مجرب في السياسة عنده تاريخ تقدر تحكم على ما قد يقوم به هو ورئيس نتيجة ما قام به المرحلة المقبلة. مرشح المرحلة المقبلة هو جوزيف عون، مرشح المرحلة المقبلة غير معروف حتى الآن، والمرحلة المقبلة من بعد الاجتماع الخماسي وأصرار حزب الله أنه بعده مرشحنا سليمان فرنجي قد تطول. أنا برأيي عم نستعجل كتير بهذا الكلام، خاصة أنه بل يومين سمعت أنه سئل نايب من كتلة التنمية والتحرير أمتى الجلسة المقبلة، قال لهم عبرود يمكن صيف لتشرين الثاني ما بعرف، طيب برضو يمكن لكانون ما بعرف. طب هذا الطرح يلي بلش باللجنة الخمسية مش هو يلي بيشاهد؟ ما بلش الطرح باللجنة الخمسية أنهى ما كان قائما. شو هو الثمن يلي سيقدم للإيراني في حال عم نقرأ هون تحليل، يعني ما بعرف إذا بتحليل تحليل. خليني أقول مع احترامي للاجتماع الخماسي ودوله اللي كلها دول صديقة إلى لبنان ولإيران اللي هي صديقة جزء من اللبنانيين وعندها مشروع استراتيجي وهم ذراعها في لبنان لتحقيق هذا المشروع، لا أعرف ما قد يحصل على مستواهم، ولكن أعرف ما سنقوم به نحن كجزء من اللبنانيين، وبتأمل كل اللبنانيين يسيروا بهذا الصف، نقوم بما يتوافق مع المصلحة اللبنانية وليس بما يتوافق مع التسويات التي لا تقيم بالا لمصلحة لبنان واللبنانيين. بمعنى أي طرح مثل ما واجهنا طرح فرنجية نواف سلام مع احترامنا للأشخاص، ولكن واجهنا طرح يكرس نهج الهيمنة والغلبة والفرض على اللبنانيين واجهناه، سنواجه أي محاولة أخرى بنفس الاتجاه شو ما كان الاسم المطروح ومين مكان. عظيم. سنواجه سنواجه سياسيا. عظيم هيك بالافتراض اليوم في حوار بين التيار، عدنا للحوار بين التيار والحزب، قد ينتهي إلى انتقال التيار من التقاطع إلى موافقة مع الحزب على اسم آخر. يبنى على الشيء كيف مقتضى. ستواجه القوات اللبنانية يبنى على الشيء مقتضى. هل ستعودون إلى التلويح بالمقاطعة 100% وإسقاط النصاب؟ أي رئيس إسقاط النصاب إذا استطعنا نعم لمنع وصول أي رئيس يفرض علينا فرضا، أنه إذا انضم التيار إلى خيار حزب الله على اسم تقاطعوا عليه يشبه مواصفات أو موقع الوزير الفرنجية بالسياسة، لن نوافق شو مكان اسمه مين مكان اسمه. يعني ستعمدون بدنا نمارس حقنا الديمقراطي بانتخاب من نريد والانسحاب من الجلسة عندما نرتقي. عظيم. ستمارسون ما مارسه خصومكم السياسيون لمرة مقابل عشرات المرات. انتوا بس لوحتوا انه بدكم يعني تسقطوا النصاب. صرنا نحن المعطلين تشوف الفجور طيب بالطاعات السياسي والإعلامي. هيدا فول بالسياسة ارتكبته القوات اللبنانية ومعها المعارضة. لا 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 لا، لأنه نحن منا بحفلة مباريات مين بيسجل نقط أكتر، نحن بهمنا الهدف النهائي بناء الدولة والمؤسسات في لبنان والوسائل، نعتمد ما هو شرعي وبمتناول أيدينا كفيا بنفس الخط. بعد عندي سؤال قبل ما أروح لموضوع تاني، ما لي عم تعبك. التقاطع المعارضة جاب 51 صوت أو اعتبر 60 صوت لأن عنا مغلف. هل أصدق 59 59 بردون بعتذر نعم. 59 بدل ما يكون 60 نعم. في فشل لدى المعارضة والتقاطع
انه ما قدرت جابت اكثر يعني يلي كنتوا خايفين من ميل اجيكم يمكن ما بعرف لا لا خليني ما بعرف كان ما بعرف شو بدك تسميه كان الرهان باليمين. كان الرهان نوصل اقرب رقم ممكن 65 عظيم. بس بدي اقول لك اللي تردد وما صوت من اللي وعدوا انه ممكن يكونوا بهالاتجاه يمكن نطر الدورة الأولى تيشوف شو الاتجاهات وبالدورة الثانية بده ينتخب. لكن في ما كل الناس تحدي إنه ما في دورة ثانية. لا وقت اللي بتوصل إنه في مرشحين وخمسين وستين ما في دورة ثانية لأنه ما في تطبيق للدستور. عظيم. خارج إطار دستور ما عندنا. عظيم. خارج إطار يعني دستور. يعني اللي كنتوا خايفين منه من الشمال إجاكم من اليمين. ما أجانا شيء. ما بتحبوا تحكوا عن بعض النواب السياديين. حققنا تقدم. الذين لم يصوتوا إلى جهة. حققنا حقهم هيدا حسابهم عند ناخبيهم مش عندي. أنا ما انتخبت حدا منهم. أنا انتخبت غياس يزبك. عندك تحفظ على الشيء لك فوتني بمشكل لا بالعكس حبيب القلب مجال وتحية لا اللي عم بحكيه انه بالاخر بنظامنا الديمقراطي اذا بدنا نحترم اصول الديمقراطية هذا النائب صحيح اصبح نائبا عن الامة جمعاء ولا شرط ولا قيد على ممارساته في ولايته حتى من ناخبيه هيدي بالنص الدستوري ولكن ناخبوه يحاسبونه في الانتخابات المقبلة وبالتالي خياراتهم برسم ناخبيهم خيارات كل نائب برسم ناخبيه بيعيدوا انتخابه أو بيفقدوا الثقة فيه أنا ما إلي أوثق أو ما أوثق أنا سعيت قدر المستطاع أنا كفريق سياسي يعني أن أجتذب إلى هذا الخيار أكبر عدد ممكن من النواب هذا ما وصلنا إليه كان إذا بدهم يزركونا بالزاوية عن جد ويقولوا مرشحكم أنت بتعرف وقت اللي تم التقاطع على جهاد أزرق أكثر حدا بيعرف لأنك إعلامي بتتابع كل يوم ولك مسحوا الأرض فينا أنه هي تقاطع وين مشروعكم السياسي خي أنت وين مشروعك أنه وين مشروع السياسي مشروع السياسي وصل رئيس مش تحكم فيه بصراحة أستاذ أنطوان ثمة من النواب قبض ثمن مالا قبض ثمن صوته ما عندي فكرة ما بعرف طيب ما بعرف طيب رح احترم انه انت ما بتعرف طيب بدي روح على محور اخر لو سمحت هل هناك خوف على المسيحيين هل الاحزاب السياسية مقصرة بحق السياسية المسيحية القوات والكتائب وغيرها مقصرة بحق المسيحيين لا سيما في هذا الظرف العصيب المالي المعيشي الاقتصادي المصيري ليك خوف على المسيحيين الخوف من هجرة كثيفة عند المسيحيين لأنهم لا يطردون نمط حياة دون المصر اللي معودين عليه هذا اللي صار وتحصل عم تحصل بس في جزء من هذا الخروج من لبنان جد إيجابي وغير مخيف وهو السفر باتجاه دول الخليج العربي واللي عم بيستوعب مئات الاف الشباب والشابات اللبنانيات واللي هودي لنهم هجره نهائيه ولا بعيد عن البلد وفيهم يزوروا البلد كل جمعه اثنين ثلاثه اربعه ساعات اللي بيريدوا مسافه قصيره في جزء كثير كبير راح على اوروبا وامريكا واستراليا اللي راح على اوروبا كمان ما بيخوف اللي بيخوف اللي صار بامريكا او باستراليا او بامريكا الجنوبيه هودي السيستم بيبتلعهم الاهم وقت اللي بنحكي عن لبنان استفادي لا قابلية لوجود دولة اسمها لبنان إذا لم نكن تكن دولة الشراكة والتوازن بتصير أي شيء تاني إلا لبنان ومن هون الوجود المسيحي في لبنان خلافا لظن البعض اللي عم بيمارس الغلبة بآخر مرحلة الوجود المسيحي الحر والمساوي في الحقوق والواجبات الآخرين والمبدع واللي ما عنده أي قيد أو شرط لممارسة ما يريد من عادات وتقاليد حاجة ملحة وأساسية لكل مكونات الشعب اللبناني وواهم من يظن أنه بفرض الغلبة على المسيحيين بيقدر يعمل مشروعه بيكون عم بيعمل مشروع آخر تماما مقدمة لضم لبنان إلى أي كيان عظيم هون دوركم شو مقومات الصمود عندكم
أحزاب مسيحية، مقومات الصمود، الصمود إرادتنا، إيماننا، تاريخنا، سعفتنا، والأهم اغترابنا اللي عم بيشاركنا الهم المعيشي بقدر الإمكان. وبعتقد مرقنا بمرحلة الأزمة الاقتصادية الكبرى، بلش يتطبع كل الشعب اللبناني مع الظروف اللي وصلنا لها اقتصاديا. ما عم ريح حدا ولا عم بقول شيء طبيعي، ولكن هذا الصمود الاجتماعي اللي عم نعيش مثل سمين برح من كم يوم جهاد بقردوني بإنارة بيروت، هذا الصمود الاجتماعي بما ملكت أيدينا عم نمارسه على الصعيد الفردي، ولو عنا ليس على الصعيد الاستراتيجي التي تقود. استراتيجي بأي معنى؟ يعني في أحزاب أكثر من حشد كل طاقتنا بالاغتراب لتأمين الطبابة والاستشفاء ومساعدات غذائية ومساعدات مالية للحاجات الملحة واللي ما عم نقصر فيها. هلأ إمكانات حزب الله ما عندي إياها تدفع معي الشهري، بس عندي ما يأتيني من مساهمات من المحاسبين والأصدقاء القادرين في الخارج من بعد ما يلبوا محيطهم المباشر، أقاربهم وأهلهم وإلى آخره. ما يفيد عم بيكون بتصرف القوات اللبنانية، ولا تقصر بدك تسأل عمليا بالاستشفاء بالغذاء بهالمواضيع، لا تقصر، ولكنها ليست الدولة ولا تحل محلها. طيب اليوم وغيرنا مثلنا، طيب شو عم نعمل لمواجهة مشروع حزب الله؟ مشروع حزب الله معروف يمتلك السلاح، بات القوة الديمقراطية بات القوة الديموغرافية الأقوى بالبلد. ما هي استراتيجية لمواجهة هذا المشروع؟ حضرتك عم تقول ما بده لا تعديل دستور ولا تجيب ولا بده شيء، يمكن بده يهمن. شو هي مواجهة لمنع هذه الهيمنة؟ أول شيء خلينا نحرز رؤية وبالأمور الأخرى خلينا نشوف الأمور من ناحية تحليلية ونرجع منقول نحن شو عم نعمل. من الناحية التحليلية، دور حزب الله الإقليمي انتهى بالتفاهم الإيراني السعودي، ما عاد بدهم قوة مقاتلة لا باليمن ولا هون ولا هون، حتى مش بسوريا. هذا تفاؤل مبالغ فيه يا خي، هذا قراءة مش تفاؤل. طيب. أنا لا أبني عليه، أقرأ أوكي. لأنه بكل بساطة دروس التاريخ بتقلنا كل حركة لا تنتصر بأول 30 سنة من عمرها هي إلى اندثار. حزب الله زادوا عن 30 سنة لم ينتصر، وصل إلى أقصى درجات الجبروت والقوة ولم يستطع فرض مشروعه. هلأ عم بيفتش على مكاسب فتفيت عقبال المشروع الأكبر اللي هو بناء الدولة الإسلامية في لبنان، واللي كل مرة قال ما رح منه هلأ دور الدولة الإسلامية، كان يقول الظرف الآن غير مناسب ولكن هذا مشروعنا استراتيجي. من الوثيقة التأسيسية سنة 82 لليوم ما غير، حتى بوثيقة السياسية اللي طلع عليها حيان قال انه هلأ غير مناسب فرض دولة إسلامية، ننطر الظرف المناسب، وبالتالي مشروعه ما بيضيع، معروف شو هو. طيب وسائل التسلح والاحتفاظ بالسلاح تراجعت وحدة وراء أخرى. إقليمياً الدور ما عاد مطلوب نتيجة التفاهم الإيراني السعودي إذا صمد، ومحلياً هو من رسم الحدود البحرية مع إسرائيل واعترف بدولة إسرائيل بتوقيع رئيس الجمهورية اللبنانية وتبادل وثائق لدى الأمم المتحدة، وكل اللي حكيوه ونظروا فيه إنه تفاهم تنطبق شروط المعاهدات الدولية حرفيا على الشكل والمضمون الذي حصل بترسيم أعلنت الأمم المتحدة على كل حال. صحيح تماما. طيب وبالتالي هون مع هذا الاتفاق يتضمن تعهد بعدم القيام بأعمال استفزازية، وما نشهده على الحدود الجنوبية حاليا قد يكون خدمة إسرائيلية لحزب الله للتذكير بأنه بعد فيه مقاومة، ما يسمى مقاومة في لبنان، قد يكون، لأنه أنا مؤمن بأنه في تقاطع مصالح بيبرروا بعضهم إسرائيل وحزب الله، بيبرروا تسلحهم وبيبرروا الحصول على مساعدات خارجية من أجل استراتيجياتهم. فإذا دوره الخارجي العسكري انتهى،
دوره المحلي من زمان انتهى، منذ ما قبل 12 تموز 2006. 12 تموز كانت خطأ ارتكب بحسابات خاطئة وأدى إلى ما أدى إليه من حرب ضاروس بتموز 2006. كلنا بنذكر حزب الله من 2006. كلنا هو كان منتهي من الانسحاب الإسرائيلي 2000 بال2000 ايه، ولكن في 2006 عمل عرادة هو ظانن انه محسوبة وبتنتهي بمفاوضات بواسطة ألمانيا لتبادل الأسرى مثل ما كان عم يعمل. انتهت بانه كانت لو كنت اعلم، تتذكر كلمة لو كنت اعلم؟ طيب اليوم يلي عم بيصير بقى الحدود، لو كنت اعلم اكيد ايه. وهلا يعلم انه في حدود للعبة، مظاهر استفزاز من الجهتين بدون اشتباك جدي، ولن يحصل اي اشتباك لانه في تعهد يمهد لترسيم حدود برية. يمهد لترسيم حدود برية، هو قال حدودنا معروفة ما بدها ترسيم، بس في خلاف على 12 الاهم بالحدود البرية يا خيي، تناقش باطار اللجان الثلاثية بين الامم المتحدة ولبنان واسرائيل، قادرة تناقشها وقادرة توصل لحلول، بس ربط النزاع مصلحة الطرفين، ربط النزاع مصلحة الطرفين بانتظار التطبيع مع كل العالم العربي اللبناني. تم اتفاق الاستاذ انطوان، لكن يحكى انه كل مقومات الدولة، اسس الدولة، المدرسة، المستشفى، المصرف، هودي عمادهم، عماد هذه المؤسسات كانوا المسيحيين، وسيعودون سيعودون. هذا دور ما فيك تتخلى عنه، عظيم، بس دور دور الريادة وتقديم الافضل والقيمة المضافة يا خي، حتى بالعالم بالشرق الاوسط بالخليج العربي، انت اذا ما كنت قيمه مضافه ليش بدهم اياك؟ بيجيبوا هندي ارخص منك كثير او باكستاني او 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 او. انت نوعيتك كانسان خلقان حر ومؤمن بالحريه وبالتطور والانفتاح، عندك قابليه تقدم على الاخرين هائله، وعم تستثمر بلبنان مش كفايه، بالخارج كفايه، وبالتالي هذا الدور متعلق بالثقافة والمفاهيم والقيم والعادات والتقاليد، ما بتفقده، بتفقده مؤقتا نتيجة أزمة اقتصادية، بتفقده مؤدما. بس في استراتيجية أستاذ أنطوان بالمواجهة، أليس هناك استراتيجية لإسقاط هذه الأسس؟ يمكن تكون عرضا. شو عم تعمل؟ شو هي استراتيجية المواجهة يا المقابلة؟ يا أستاذ فادي، استراتيجية بمعنى استراتيجية مكتوبة ودقيقة ما في، لا لا ما في، عظيم. في الإرادة اللي حفظتنا على مدى 1600 سنة بدها تحفظنا المستقبل نحن والآخرين. نحن لو ما كنا مؤمنين بالشراكة بلبنان من زمان، ما عملنا لبنان الكبير من سنة 1920 بالتفاهم بين البطرك الماروني وفرنسا، كنا أخذنا جبل لبنان التاريخي وتركنا المدن الساحل والأقضية الأربعة تتبع لسوريا. مش هي مشروعنا، مشروعنا هاي الأرض كلها أرض حرية، وهاي الأرض كلها أرض انفتاح وحضارة وشراكة متوازنة وفعلية. وكل المحاولات اليوم إذا بدك من بعد ما اتهموا المارونية السياسية بكل الموبقات، علما بأنه بأيامها بنيت الدولة ومؤسساتها والمؤسسات الرقابية وإلى آخره، خليني أقول وبدون ما حدا يزعل وبدون ما حدا ينتفض على هذه المقولة، طيب جربنا 15 و15 سنة الغلبة السنية ولكن بظل الاحتلال السوري، والغلبة الشيعية بغياب احتلال الخارجية، في احتلال إيراني عبر حزب الله للبنان. المرحلتين لوين وصلونا؟ رحنا لقدام ولا صرنا ما بعرف وين؟ طبعا يعني المارونية السياسية كانت الأفضل. مش عم برجع أدعي للمارونية السياسية، عم بقول المارونية السياسية لم تكن صاحبة مشروع غلبة على الآخرين، ولذلك نجح لبنان بأن يتكون وأن يتفاعل مع بعضه البعض بشكل إيجابي. إعادة النهج الذي كرس في عهد المارونية السياسية، نهج التلاقي والتعاون والشراكة المتوازنة. نعم مشروع الغلبة، لأنه بعض الموارنة ظنوا أنه فيهم يلعبوا مشروع غلبة. وين وصلنا؟ ما وصلنا على حرب أهلية انتهت باتفاق طائف، وبالتالي أي حلم بالغلبة
حلم مجنون ما بيؤدي إلا مزيد من الأزمات، والاعتراف بنهائية الكيان والشراكة المتساوية قبل ما ندبجها بأفكار ما بعرف شو مثل إلغاء الطائفية السياسية. ما بتجي لحالة، عندما يمارس إلغاء الطائفية بالحياة اليومية لحالة بيجي النص بينكتب وبيتطبق. بس الحكي بإلغاء الطائفية السياسية نظرياً باتجاه الحداثة وعملياً باتجاه تكريس الغلبة باسم العدد والديمقراطية العددية، لا مش ماشي الحال. أنا بدي أشكرك أستاذ أنطوان زهرة، أهلا وسهلا فيك. شكراً لك. مشاهدينا انتهت الحلقة، تابعونا في حلقات لاحقة، إلى اللقاء.